السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هو كيت حجت قناة لعبة ارك سرفايفر ايفولف الحلقة السادسة. يا الله على اللعبة هذه. شوف اول شيء جمعت الناس، انا توهقت لحظة لان نسيت اتحكم. حرف الكي، اي حرف الكي. المهم جبت للعبة ارك سرفايفر ايفولف القديمة اللي من زمان ما نزلت عنها، اللي كلكم التعليقات قاعد تقولون نزل ارك نزل ارك نزل ارك. انا ما انزل، انا ارفع ما انزل مقاطع، انا ارفع مقاطع. المهم لعبه ارك سرفايفر ايفولف بندش على السفينه، نلعب بالسفينه. يا الله بنروح عند السفينه، عندنا رحله طويله طويله جدا 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 جدا. بقولكم الرحله كالاتي، راح نتجه حنا، راح أأشر طبعا بالمونتاج ان احنا تقريبا بالمكان هذا، وراح نلف الجزيرة عشان نصيد ديناصورات نادرة. عندنا ديناصورات نادرة ما توجد الا في اعماق البحار. يعني اذا ديناصور نادر شلون بتجيبه؟ انت بتقول لي روح بالدلفين، روح مدري شنو. لا لا، عندنا سفينة كاملة بانيها عشان كل الظروف الصعبة تحتملها، وكل الأماكن الصعبة تقدر تروح لها. أنا أوريكم شنو السفينة هذه، لأن ما وريتكم إياها إلا بهذا، ما وريتكم إياها كلش. هذه سفينة عدنان اللي قبل بنيت عليها شبه بيت، أو تقدر تقول سفينة تقدر تعيش فيها. وجايب معاي بس الديناصور هذا الحبيب سونيك العزيز، هذا انا اثق فيه يعني يحمينا ويضبطنا. المهم خلنا نصعد فوق الطابق الثاني، طابق غرفة القيادة هذه، يعني تقعد هني وتسوقها. حلو، خلنا نصعد فوق ونطالع شنو راح يكون فوق. عندنا ادوات التصليح اللي هي هذه، كنا انا حاط دروع. ايوه شوف، حاط دروع حق الثلج، دروع حق هذا. ما عندي تصليحه، يبي لي هذا يمكن تصلحني بعد. حلو، عندنا دروع حق الثلج، هذه دروع قوية يعني، فهمت؟ دروع ثلج اذا جت البرد. يمكن نروح عند القطب الشمالي بس عشان نحصل الديناصور هذاك النادر، ديناصور موجود بعمق البحار. وعندنا 13 مخدر، 31 مخدر، هذا راح استعملها عليه. بعد شنو عندنا؟ عندنا مسدس عادي، وعندنا عند غرفة القطان اللي هي هذه، وينها؟ هذه غرفة القطان مالت عند الخريطة كاملة، راح نتجه هني. تشوفون المكان هذا؟ ايوه، راح اشركم هنا. هني راح نتجه وين؟ احنا هني تقريبا. لا هني، ايوه احنا هني، ايوه هني او هني. راح نلف ونمشي على هذا، وراح نشوف جزيرة. اذا لقينا جزيرة قدامنا يعني طريقنا صح، وبعدين نلف نخلي الجزيرة هذه جزيرة ما ادري بفتشها او بطالع حواليها، وبعدين نلف ونكمل لما نوصل هني. حلو، الديناصور يتواجد بالاماكن هذه يعني بالمحيطات او بالاعماق، واكثر وجود له بالقطب الشمالي. فراح تكون رحله العمر. انت تقول ليش ما تختصر تطلع من هنا؟ لاحظت ان هنا في شويه مشاكل، لان قطب شمالي اول شيء راح تجي، ثاني شيء كل جزر قدامك راح تعيقك. هنا عندك طريق فاضي وتقدر تكتشف الجزر الكبار اللي هي جزء اساسيه. حلو، وهذا بغبغاء مال القطان. المهم عندنا هني ادوات طبخ، ان شاء الله يكفينا هذا. النار عادي بس يلا. وعندنا اكل، يكفي ويزيد. بس المشكله اذا احتاج ياكل حيل الحيوان عندنا. وعندنا ادوات اللي نحتاج، هذه حق الغوص، هذه بوصله، جي بي اس. جي بي اس انا اوريك شنو نظامه، مو نظام خريطة كاملة يورك اياها. وعندنا السدل اللي راح نصيد فيه الحيوانين، في حيوانين نادرين مو واحد، انا اسف، حيوانين. المهم وعندنا طلقات حق النكبة، طلقات، وهذه طلقات بعد. ها شوف طلقات مسدس وبندق، هذه طلقات تحتاج. شوف انا حط اثنين بس، راح تكون رحلة ما تدري شنو يكون فيها. هذا بعد سيف احتياطي لازم، لان الرحله راح تكون طويله حيل. هاي طلقات هني. حلو، قاعد يخرب الاكل وانا عندي. راح اكل. خمسة 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 خمسة، انا الحين ناس اتحكم. المهم خلينا نعبي ماي بس عشان ما نعبي، نحتاج ان نوقف ونعبي.
وهذا خلينا نعبيها رقم 8، خلاص عبيناها. وبس حنا الحين ذاهبين للرحلة، راح تكون رحلة طويلة، راح تاخذ كذا حلقة انا داري، لان مشوار. او هذا منو؟ تعال تعال تعال. ايش عنده هذا هنا؟ تعال تعال. اوه يا الله، تعال تعال تعال. انا اركب 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 على كتفي. خلاص خلاص، يلا بيمشي معانا بالرحلة، حظه حلو. الحين نرد عق الرحلة. بتقول لي يلا حطها وقطع لنا وهذا؟ لا لا لا، ارك ما تدري ايش يصير له، يعني توقع اي شيء يصير. خلني احط هذا هني، بس هذا هني تضبيطات. بسم الله، كل شيء ذاهب، كل شيء تمام. يلا بسم الله، حماس حماس. يلا، ها كنت رايد. ليش؟ ما يصير لاني شايل هذا، انا اسف. لاني شو ماسك السلاح. بس هذه غرفة القيادة، راح تطول حيل الرحلة مع بسم الله. ايوه راح نلف على هذا، معانا الطريق الصح. لحظة لحظة، خلنا نجيب البوصلة، لازم البوصلة معاي. بوصلة القطان هني، تعالي حط رقم 9. هذا الماي حط هني، رقم 9 ورياها. راح نتجه الحين الشمال. لا لا شمال، اي لا لا، راح نتجه جنوب غرب، جنوب غرب. اي صح صح، جنوب غرب. هنا طريق راح يكون معانا خريطة، احنا نمشي. حلو حلو، اوه الطريق راح يطول. هذه السفينة ومشت، سفينة كاملة تمشي، تخيلوا يا ناس، سفينة كاملة تمشي. سفينة، شوف شكورة تذم عليك، شوف الدخان يطلع منها حق غرفة قطان. اي ما اردكم درايش ما تصدقون. خلاص الحين وين هذا؟ اتوقع انه راح اتجه الحين، اذا اتجهنا غرب راح نلف يعني. ها لا، اذا اي صح، احنا غرب كذي لو مشينا. لا لا كذي، حلو طريقنا صح، طريقنا صح عند هذه تقريبا. ايه لو نشوف هذا، دقيقة دقيقة. ايه شنو السالفة؟ ترى تحتي ماي. يبالي احط دراج شي نصدق عشان اقدر اشوف. هني عندي دراج. وين المنظار؟ بجيب المنظار، لازم منظار قطان. ما حصلته هني اتوقع. هني. نسيت اجيبه. المهم راح تكون طريقنا هني، طريقنا هني صح صح انا مشكلة بالبحار شوي يعني، مضيع اماكن واتجاهات. ايه تعال تعال تعال، في جزيرة احنا قلنا راح نتجه. وين اذا اتجهنا؟ قلنا راح نجي عند الجزيرة اللي تحت هذيك. نشوف، نحرك طريقنا صح، طريقنا صح ان شاء الله. مقطع ممكن يطول بس خلينا نشوف. الجزيرة اللي تحت هذه على اليسار. وينها؟ الجزيرة اللي تحت. يبين نكمل، يبين نكمل. تضيع هني مصيبة. لا لا ما نضيع ما نضيع، حنا نتجه الحين شمال جنوب. لا لا المفروض نتجه غرب، المفروض نتجه غرب. حلو
اتجهنا غرب راح نحصل شيء. ايوه خف، البوصلة قاعد تكذب علينا شباب. في عندنا مو جزيرة، هذه شو اسمه، توقع الذيلع اللي صار اذا كان على حسب ظني. لحظة، لا هذا هو الذيلع. المهم في الكاميرا طريقنا، نشوف شنو عندنا. راح تكون رحلة طويلة. حلو، هذه جزيرة، مو جزيرة، نقول معانا هني. احنا قاعدين نتجه الحين غرب، تقريبا غرب. اذا اتجهنا على وين هذول، مدام ايه لحظة لحظة لحظة، مدام هذه هني مثلا، خلينا نقول جزيرة كده يمين صح؟ لا مو هذه، مو هذه. ايه عرفت عرفت مكاني، اتوقع هني، اتوقع. لحظة لحظة، خلنا مش خلنا مش نكمل. راح يصير الليل، شو راح، ما راح نشوف شيء عاد، خلاص راح نتبع، راح نتبع النجوم. هذه المصيبة بعد. خلنا نلف كذي، عندنا جزيرة هني، خلها تولي نمشي عنها، نروح معانا إذا. شنو هذا؟ في شيء بالماي، خلينا نقرب من، الله يستر ذا قرش ولا شيء ياكل علينا السفينة. الله لا نذبحه، والله يكسر علينا. هذا شنو؟ مرجان. عادي عادي كمل، ما راح يوقفنا لا قروش ولا اسود ولا كل شيء. راح نكمل على الرحلة هذه، رحلة الأحلام. أطول رحلة راح تكون بأرك. تقولون شلون تعرف احنا نتجه طريق الغرب على الدلائل الموجودة على الخريطة. ان شاء الله عاد ناخذ لنا خبرة بحارة. انت تتوقع انك مثلا، انت ما تدري وين مكانك بالضبط الا استعملنا الجي بي اس. وين الجي بي اس صح؟ الجي بي اس وينه؟ عطني عطني الجي بي اس. الحين تشوف النظام، مو نظام انه يوريك اياه الخريطة بالضبط. الجي بي اس حط رقم 8. تعال، ايوه يورينا الشمال والجنوب. زين راح احتاجه بعد الخريطة. احنا هني راح نتجه، نعم وين نتجه؟ شرق. لحظة، إذا نتجه الشرق شلون البوصلة حاطة على دبليو وأنا قاعد أتبع الأزرق؟ أنا عبالي عند الأزرق، قلت شلون نتجه غرب؟ طلع نتجه شرق. لحظة، هني شمال يعني؟ لا تستعبط، خلنا نشوف هذيج جنوب. لحظة لحظة لحظة، احنا كذي خلينا نقول عند الازرق هذه. الله، هذه شرق. شنو مكتوب هنا؟ نعم اتجه منه، هذا الشمال. بعد تقول لي لا، اي شمال. شنو النظام هذا؟
اقول اللي تبع البوصله غلطان ومضيع البوصله. استعمل استعمل الجي بس الحين نعرف حنا بالضبط. يعني يقول لك لان 90. اوه 90 و50 شلون؟ او انه 50 على 90. امش 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 توكل على الله خلاص مستورة. مطر مطر اري مطر مطر. خلنا نعبي ماي خلنا نعبي ماي خلني اعبي ماي. هذا عندي واجد حلو. هذه وهذه نعبيها شي. 8 9. لا 8 9 وبعد شفت لي شي نط بالماي. شفتو دلفين كنا. المهم 9. في جزيرة هني، جزيرة قدامنا. شلون احنا جينا؟ من يستعمل هذه يا عمي؟ خاع البوصلة، بوصلة تضيع. خلنا نحط الماي هني وفرة. ايه ما وريتكم انا كل هذول السموم وهني القش هذا كله. بعدين اوريكم. المهم لو استعملنا كذي راح نتجه يا عمي. ولا بوصلة هذه وين تودي؟ حلو. تودي عند الشرق. راح نروح شرق شمال تقريبا تقريبا يعني. ذي جزيرة صغيرة ولا يعني كل الدرب اللي مشيناه. اوه كمل 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 طريقة. يلا خلنا راح نكمل. هذه الجزيرة الأولى اللي راح نوصلها. بس طبعا انطر شوي انا برد البوصلة. برد البوصلة هذه هي تيهتني. تروح تقول لي شمال غرب هي ضايعة. وينها؟ بعد يلا الحين عندنا الجبس. جبس متطورين حنا. راح نتجه شرقا لما نوصل عند الجزيرة هذيك ونشوف حواليها اذا لقينا كهف ولا شيء نتذكره. نحط علامة عند قبطان السفينة، لازم نحط علامة تعرف. راح نوصل لها. زين سونيك لحي معاه حوالي يمشي. هي تعال جوعان انت ولا لا؟ عندك كيكة تمام. انا عندي لحم معفن، ايش رايك تجي تاخذه؟ اوكي تريحنا. حلو اول جزيرة لنا راح نوقف لها. هذه قدامنا في الافق قاعد اشوفها. احتمال راح اجيها على جنب او ان راح تكون خطيرة. هذا شيء اكيد انها راح تكون خطيرة. سنك يعني يقدر يذبح اقل شيء تقدر تقول مثل حجم صنديد اللي تعرفونه. يعني هذا اكثر شيء ممكن يذبحه اذا يعني طق طق صار. تجمع عليه اثنين ممكن يموت. او ان ننزل معانا رشاش احسن لنا. حنا بعد نكفي الغرض. سونيك بعدين راح نحتاجه عشان مثلا اذا خلصنا الاكل يبن نجمع لنا. لان اكل راح يحتاجه حق الحيوان. ترى اكل هذا حطيته بالثلاجة كله مو حقي، حق يعني الحيوان البسيطة او الديناصور. ما ادري كم بيكلف واجد. حلو مشيتنا بطيء لقيت في طراد طاير. هذه الجزيرة قربنا قربنا. اتجهنا صح صح مضبوط مضبوط. جزيرة بالضبط. حلو فيها شوية خشب. ودي اجمع خشب بشوف الخشب اذا ناقص عندي شيء ولا شيء وبعطي فرع الجزيرة واكمل الطريق. نلف على اخر الجزيرة هناك. حلو نقدم على اخر شيء نقدر نقدم له بعدين نشوفه من بعيد. بس المشكلة قلتكم ان
ما عندي هذاك التلسكوب. بعدين نسوي، بعدين نسوي حنا بالطريق الدربيل قصدي. ايوه، شكلها تبشر بالخير السفينة هذه، الجزيرة هذه قصدي. وينها؟ ايوه، بعدين نلف على لفة يمين، راح نطول، راح تاخذنا انت طويلة 20 دقيقة. الحين صاروا لنا ما وصلنا الا جزيرة واحدة. ايوه، هني هني الطريق، هني هني هني. السلام. شي زين زين، تشوفون فوق على اليمين ترى فريمات هذه قاعد تمشي، ما اعرفها يعني معدل اطارات بالصورة. اذا نزلت 30، تحت 30، 24 حده يعني مقبول. الحين زين يعني 50 لان عند بحر، ولا هي كلها طايح. حلو حلو، نلف بين هذول، ندخل بالنص. اوه، شو الحيوان الكبير هذا؟ وقف 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 وقف. حلو حلو حلو، اصفط اصفط كذي، اصفط. حلو، هذه اول جزيرة لنا، راح ناخذ لنا بس كم طلقة. احس انه في شيء. حلو، خلنا ناخذ طلقات وننزل. عشيك سلاحك، وقت النكبة ما تعرف. بعد طلقات عطنا، حلو، هذول 50 طلقة مع 40 بس يكفي. دير بالك يسونك احد يجي يكسر سفينة. ها، خلك والله. بسم الله، راح اكتشفها. هذا يطلع لحم واجد، والله اذبحه. تعال تعال تعال، اح، ايش اللي مر؟ ما ادري، في شي خطف السفينة. الجزيرة مسكونة يا جماعة، الجزيرة مسكونة. خندش خندش بالنص، خندش بالنص. حلوين، للحين الديناصورات هذه أليفة. خلينا نشوف هني. شجرة ما فيها داعي، تصدق ما أسوي بيت هني. عجيب عجيب، هذا خله يولي، هذا مال أمه داعي. بصعد فوق شلون؟ اوبا، شلون بصعد؟ ايوه، حيلو. شنو هذا؟ طير؟ ايه، انا حاسس مدري ليش بيطلع لي تركس بالنص عن الجزيرة. والله اذا بيطلع تركس كان ما شفت ولا حيوان للحين. الحيوان عايش قاعد يفطر. حلو، جزيرة زين حق الوقفة فيها، لأن جزيرة آمنة، حيل آمنة، ما في ولا مخلوق يعني مش مفترس ممكن يخرب علينا. الجزيرة الثانية أتوقع هي أم الافتراس. أوه، هذا أقدر أطلع منه كريستال؟ لحظة لحظة، مت، ما يطلع شيء، ما بمت. أخر أنت يا خنزير. حلو حلو،
راح انزل هني تلقى موت والله كنا فيها موتة كنا فيها موتة ما نضحي بنط هناك لا لا هناك بعد خرع اي هني انزل اوف 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 ايه صرقعني اللي كان على كتفي هذا لو طق مرتين ايه ينط عليهم انا اقول من ياكل هذاك خنزير زين زين يا احمد اجل خله خله من اجل من ركبه ورا هذا خليه بداخل السفينة خله خله فوق حلو مو كان في شو اسمه لا 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 خليك قاعد يا سلام هذه السفينة هذه الجزيرة الأولى وصلنا لها قعدنا فيها توقع مدام الحلقة هذه طولت 26 دقيقة ما الخلق نص حلقات طويلة راح تكون في رحلة ثانية حق الجزيرة الأكبر هناك الجزيرة المفترسة وبعدها راح ندخل الأعماق يعني راح نفتش على الجزيرة وندخل الأعماق يلا يا جماعة هذه كنهاية المقطع يلا والسلام خير وختام.